السيسي إلى أنقرة في زيارة بعد سنوات من القطيعة بين الجانبين وفي تطور العلاقات المشتركة ما بين القاهرة وأنقرة. إذن نتابع مراسم الاستقبال التي تجري في العاصمة التركية لرئيسين التركي أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكما تتابعون هذه التصريحات، السيسي يقول بأن الزيارة لتركيا تعكس إرادة مشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين البلدين. إذن تقدم مهم في العلاقات المصرية التركية بعد وصول الرئيس السيسي إلى أنقرة في زيارة رسمية إلى أنقرة. نتابع تفاصيل الزيارة مع زيدان زنكل. أهلا بك زيدان. إذن استقبال الرئيس السيسي وصفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. نعم بالضبط، الرئيس السيسي وصل قبل حوالي نصف ساعة مطار أنقرة، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقدمة مستقبليه في مطار العاصمة التركية، طبعا في زيارة يصفها الإعلام التركي بالتاريخية، وهي أول زيارة للرئيس المصري إلى أنقرة بطبيعة الحال بعد زيارة الرئيس التركي في 14 فبراير الماضي إلى القاهرة، في مؤشر جديد على تطور العلاقات بين البلدين. بعد الاستقبال الرسمي الذي كنا نتابعه الآن، سيكون هناك اجتماع بين الرئيسين المصري والتركي، يليه اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين برئاسة أردوغان والسيسي، ثم مؤتمر صحفي مشترك، وبعدها يكون هناك مأدبة عشاء على شرف الرئيس المصري الضيف، ومن ثم نهاية هذه الزيارة التي ستشهد توقيع 20 اتفاقية بين البلدين في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والتجارة، ضمن مساعي البلدين إلى رفع مستوى التجارة بينهما والتبادل التجاري من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات أو خلال السنوات الخمس القادمة. طبعا سيكون هناك أيضا نقاشات لمشاريع مشتركة، منها مشاريع صناعات دفاعية مع الجانب المصري، طبعا بالإضافة إلى هذه القضايا الثنائية، سواء كانت تعزيز العلاقات بين البلدين أو تعزيز العلاقات الاقتصادية. هناك قضايا المنطقة، نتحدث تحديدا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجهود وقف إطلاق النار والدور التركي والدور المصري، في أي مجال يمكن أن يلعب كلا البلدان دور في تحقيق تقارب ما بين الجانبين.